متتبعي ومتتبعات قناة لبنى بيوتي كوسميتيك، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى كالعادة تكونوا بخير، اموركم زيانة، صحيحتكم لاباس. كنبغي نقول لكم مبروك هاد الشتي، والحمد لله. عرفتي اليوم الشتا ان شاء الله ما حبساتش عندنا هنا في التمارة. كنقول لكم كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم اللي غنبارطاجي معكم اليوم، وكنبغي نشكر جزيل الشكر. كنعاود نشكركم ونزيد نشكركم بالناس اللي التحقوا العائله ديالي واللي تقوا انهم عجبتهم وتابوناو عندي وشجعوني. كنقول لكم شكرا 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 بزاف 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 بزاف. وكنقول المتتبعين اللي طلبوا مني هذا الفيديو اللي حطيت لكم اليوم، انني غادي ان شاء الله من بعد نشرح لكم علاش هذه شي شهر تقريبا ما بقيتش حطيت لكم لي برودوي كوزميتيك. الفيديو الجاي غنقول لكم علاش ما بقيتش كنحط لكم لي برودوي كوزميتيك، بما انني كنت وعدتكم انني غنبقى دائما نحط لكم لي برودوي كوزميتيك الجديد ديال الكيراتين، الجديد تاع لي بوتوكس، الجديد ديال يعني توسكي لي برودوي كوزميتيك، بحكم راجلي كيخدم في هاد الدومين. وهذا هو الهدف ديالي من هاد القناه، انني ان شاء الله نكبرها وتعرف ويتعرفوا لي برودوي اللي كيخدم فيهم، و بوركوا با ان جور نكون اون فام دافير، بوركوا با. الانسان هو اللي كيحلم، وانا كنعاود نقولها انسانه طموحه، وملي كندير شي حاجه في راسي كنوصل ليها. لهذا كنقول لكم شكرا 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 بزاف لكاع الناس اللي تابوناو عندي، شكرا شكرا لكاع الناس اللي كيخليو ليا لي كومونتير، وكنشكر الناس اللي كيخليو ليا لي لايك، وكذلك كنشكر الناس اللي كيخليو ليا لي ديزلايك، حيتاش هذوك لي ديزلايك حتى هما تعبير عن الراي، وما يمكنش ان فيديو غيكونوا فيه غير لي لايك. دونك نتيا كديري شي حاجه ماشي تالهي. لهذا كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيبغيوني واللي ما كيبغيونيش غير داخلين هكاك، ما عرفتش علاش. المهم كنتمنى هذا الفيديو اللي جيتكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واليوم جيتكم مع واحد البرودوي جديد غبرت عليكم، بحكم ان القناه ديالي كانت داخله في المراجعه، واكيد الناس اللي في اليوتيوب غيفهموا علاش ما بقيتش كنحط لي برودوي. كنت خايفه بانني نحط شي برودوي وهو يعني عليه حقوق النشر، يعني ما يمكنش شي حد يحطه. لهذا كنت كنقول تسنى يا لبنى حتى تراجع القناه ديالي وتفعل كيف ما كتشوفوا دابا، راه الحمد لله حققت الشروط وتفعلت ديال القناه. فلهذا علاش كنت حابسه ما تنحطش لي برودوي، قلت ناخذ واحد شويه الوقت حتى تدخل قناه المراجعه وتفعل وتخرج وتولي الامور ديالي سا مارش، وديك الساعه عاد نجيكم ما نعاودش ليكم. ديك الساعه ان شاء الله غادي نكونوا عند حسن ظنكم بانني غنبقى دائما نبارطاجي معكم لي برودوي كوزميتيك. وكنبغي نشكر كاع الناس كاع الناس اللي كيقولوا لي علاش ما بقيتيش كتحطي لي برودوي كوزميتيك، قولي لنا شنو كاين شنو الجديد. وكنتمنى انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو بالنسبه للناس اللي كتهمهم لا بوتي وهادشي ديال لي برودوي كوزميتيك، واللي عنده شي واحد في عائلته في كوافور او لا كوافوره او لا او لا. مهم بارطاجيو هاد لا فيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكا باش يبقى دائما يوصلكم كل ما هو جديد. لهذا اليوم البنات جيتكم بواحد لو بروتاين او لا واحد لو سوان تشوفو زعما توب توب توب، تيقو فيا. المهم مديش عليا انا راه شويه حمقه، واللي كتجي هضرتي من بعد ترى انا هضرتي فحال هكا، كنبغي نبدلها ولكن على الله غالبه انا هضرتي فحال هكا. لهذا غير قبلوا عليا وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك. المهم البنات هذا هو البروتين اللي جيتكم به اليوم كيف ما كتشوفوا معايا. هاد لو بروتين حتى هو فحالو فحال الكيراتين. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا الكيراتين اولا شعرها غير شويه ناشف اولا كتشوف ما محتاجاش كاع دير الكيراتين، ف
فهاد البروتين البنات حتى هو عبارة عن تركيبة مجموعة من الزيوت باش نصوب، يعني هو على باز ديال بزاف مجموعة من الزيوت اللي كترطب لنا الزغبة واللي كتخلي الزغبة من الداخل انها ما تبقاش ناشفة او لحاشفة كيف كنقولوا. لهذا انا اليوم جبت لكم هاد اونيكس بروتين، اونيكس بروتين، فهو طريقة الاستعمال ديالو البنات كيفها كيف اي بروتين. كنديرو واحد شوية منه على الشعر ومن بعد كنخليوه على حساب الزغبة ديالك كيف نتي. كان زغبتك حرشة بزاف كتخليه حتى 40 دقيقة، كانت شوية كتخليه نص ساعة، كان زغبتك رطبة غير بغيتي تهلاي فراسك وديري هاد البروتين باش ديري لو سوان لشعرك كتخليه ديك 20 مينوت. ابخي كتغسليه ومن بعد كتخدميه بلا بلاك بحال هكا كالعادة كيف ما كنخلي لكم ديما في الفيديو، وغنخلي لكم في الفيديو بعض الشعورة كيفاش دايرين وكيفاش ولاو، وغنخلي لكم تشوفوا بعض الصور ديال كليانات خدموه في الصالون، يعني في الصالون اللي كنتعاملوا معاه واللي كيبيع لهم راجلي وكيفاش الغزلطة كانت. ومن بعد ما كتخدميه بلا بلاك هكا صافي كديري بتيت بروشينغ وهانتي شعرك كيخرج كيشقشق. المهم البنات هاد البروتين كنصحكم به، واكيد انكم الى جربتوه ما غاديش تندموا، غتقولوا لي فين غنلقاو، غنقول لكم عندي اللي بغاه، غنخلي لكم رقم الهاتف ديالي ايبانغلي في اول كومونتير وغادي يطلع عندكم رقم الهاتف ديالي، وغادي تلقاوه عند لي صالون اللي كاينين في الرباط، تماره، قنيطره، سله، كازا. تواصلوا معايا، وهذا الا بغيتي نتيا تشري هاد لو بو بحال هكا بحال هكا. اما الا بغيتي ابليكاسيون فهي ممكن انك تاخدي ابليكاسيون وممكن انك تسولي عليه. فوالا راه هو هذا، يعني الكوافورة او الناس اللي كتعاملوا معاهم واش كيخدموا به، الا ما كانوش كيخدموا به فانا تقدروا تلقاوه عندي. وهذا هو الهدف ديال القناه ديالي، انني نعرف بالبرودويات اللي عند راجلي، وعلاش لا حتى انا ما نعاونوش، وعلاش لا ان شاء الله ما نكبروش وندير واحد السوسيتي ديالنا. والانسان هو اللي يكون طموح في الحياه، لهذا انا هذا هو الهدف الاسمى من انشاء هذه القناه، هو انني نعاون الزوج ديالي بشي حاجه واننا نزيدو القدام. وكنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنعاود نقول لكم البنات غنخلي لكم دابا صور ديال الشعوره كيفاش كانوا وكيفاش ولاو، وغنخلي لكم طريقه الاستعمال كيف قلت لكم كيتغسل كيتشلل كيتخدم بالليسور، وهذه هي طريقه الاستعمال ديالو. فهو تقريبا راه فيه كيلو ونص، الثمن ديالو اللي غادي يبغي يعرف الثمن ديالو فاكيد انه غير يتواصل معايا في الواتساب، فاكيد انا غنعطيه جميع المعلومات عليه، الثمن ديالو، فين ممكن يلقاه، كل شيء. تقدروا ما تلقاوهش عند بعض الكوافورين لانهم ما تيتعاملوش معنا او ما تيتعاملوش مع الناس اللي كيديروه. وكنعاود نقول لكم بان راجلي عنده سوسيتي ديال لي برودوي كوزميتيك، يعني كيجيب لي برودوي، فتقدروا تلقاوه عند شي واحد وتقدروا ما تلقاوهش، يعني داكشي راكم عارفين كيدور. المهم هذا هو البروتين اللي جيت نبارطاجيه معكم اليوم، حقاش بزاف البنات قالوا لي غبرتي ما بقيتيش كتحطي لنا الكيراتين لي برودوي كوزميتيك. علاش؟ كنقول لكم القناه ديالي كانت في المراجعه وكنت ما بغيتش نبقى ندير اشهارات لبعض الماركات تنشوف، حيت ما تعرفيش القانون ديال يوتيوب وراكم عارفين قانون صارم. هذا علاش كنت بعدت واحد شويه، قلت حتى تفعل القناه ديالي ويجاوبوني ان شاء الله ويجيني الكود وكل شيء، ديك الساعه عاد نجيكم الجديد. وكنبغي نشكر جميع الناس جميع الناس وفطروا عليها اللي تابونات عندي، كنقول لكم شكرا لكم. واكيد البنات انني ان شاء الله قريبه نوصل ل10K، يعني 10000 مشترك، فغتكون عندكم واحد الهديه ديال واحد البرودوي اللي غادي تربحها وحده من المتتبعات ديالي ان شاء الله قريب. من غنقرب نوصل ل10K
تسناو انني غادي نعطيكم واحد البرودوي غراتوي الوحده فيكم من نتوما اللي كتابعوني. شكون هي ما عرفتش، والبرودوي اكيد غيكون في هذا الشيء ديال لي برودوي كوزميتيك. المهم البنات نخليكم مع الصور ومع طريقه الاستعمال ديالو، وكنقول لكم مع برودوي جديد ومع فيديو جديد. وشكرا لكاع الناس كنعاود نقولها اللي تابوناو عندي واللي كيشجعوني، شكرا لكم بزاف انكم انضميتوا لعائلتي، انكم عجبتكم. وحتى الناس اللي ما عجبتهمش كنقول لهم ان شاء الله كنتمنى مع الوقت اننا نعجبكم. وبالنسبه للناس اللي كتجيهم هضرتي فيها العياقه، فراه والله العلي العظيم راه انا هضرتي فحال هكا، راه ميم انا فاش كنسمع هضرتي كنقول فيا العياقه، ولكن انا هضرتي فحال هكا يعني ما داكشي ديال الله ماني مندير. يا الله مع الفيديو الجديد نخليكم في الصور، وما تنساوش الاشتراك وتخليو ليا لي كومونتير. باي باي.